السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم جميعا إخواني. أنت أخي الكريم دخلت إلى هذا الشرح لتعرف طريقة استقبال قمر نايلسات الجديد 301 بجميع تردداته. أظن أنك تتساءل أخي الكريم أين يوجد القمر بالضبط، وأين سوف تحرك الطبق، هل للشرق أم للغرب، وهل طبقك كافي لاستقبال القمر الجديد، وهل جهاز الاستقبال لديك قادر على استقبال القنوات والحصول على جميع تردداته، وهل بالفعل ان قنوات الاس دي سوف تختفي من القمر وتعوض بقنوات الاتش دي وقنوات الكاتكا. واظن اخي انك سمعت بامر مؤخرا على اليوتيوب بالتردد السحري، التردد السحري لاستقبال جميع قنوات قمر نايلسات الجديد 301. أخي الكريم، إذا دخلت لمشاهدة هذا الشرح وتنتظر مني طريقة استقبال قمر نايلسات 301 والتردد السحري الذي سوف تستعين به لاستقبال القمر، سأقول لك لا يوجد شيء من هذا. أكررها لك، لا يوجد شيء من هذا. والقمر نايلسات 301 لم يدخل إلى الخدمة بعد. أنا إخواني لم أكن أريد التحدث في هذا الموضوع، ولكن أصبحت أشاهد على اليوتيوب مؤخرا مجموعة من الفيديوهات تتحدث عن قمر نايلسات 301 الجديد وتقدم معلومات خاطئة عن القمر. حصريا طريقة استقبال قمر نايلسات 301، التردد السحري لاستقبال قمر نايلسات بجميع قنواته، احذف قمر نايلسات القديم وأدخل قمر نايلسات الجديد بضغطة زر واحدة. واو، عناوين زعما كتجبد زعما الانتباه ديال المتابعين، عناوين مضللة. أقولها وأكررها لكم، عناوين مضللة. لا يوجد شيء اسمه التردد السحري لاستقبال قمر نايلس. كل شيء إخواني سأوضحه لكم في هذا الشرح بإذن الله تعالى. الهدف إخواني من هذه العناوين المضللة على اليوتيوب بخصوص قمر نايلسات، طريقة استقباله، إدخال القمر 301، التردد السحري، الهدف منها إخواني هو جلب المشاهدات. ولكن أين المصداقية؟ أين المصداقية؟ وتحية لكل قناة على اليوتيوب تقدم الشروحات المبنية على المصداقية إخواني، وتحية لكل صانع محتوى يتحدث مع متابعيه بكل مصداقية. هذا الشرح إخواني وضعته لكل من يبحث عن قمر النايلسات الجديد 301. إذا كان يهمك الأمر أخي الكريم فتابع معي الشرح. أنصحكم إخواني ألا تعبثوا بأجهزة الاستقبال لديكم ولا تحركوا أطباقكم، فالقمر إخواني سيأتي عندكم. تذكروا معي إخواني هذه الكلمة، القمر سيأتي عندكم. سأوضح لكم كل شيء إن شاء الله في هذا الشرح لكي تستفيدوا منه، ولكي لا تتسببوا في تعطيل أجهزتكم أو بتحريك أطباقكم وتجدون أنكم قد وقعتم في مشكل وتصبحون إخواني تبحثون عن تقني لأن يضبط لكم الطبق ويضبط لكم الجهة. بالنسبة إخواني لقمر نايلسات 301، لقد قاموا بتكبير الموضوع أكثر من اللازم بخصوص هذا القمر. القمر الذي يشتغل حاليا إخواني هو قمر نايلسات 201. سأقولها وأكررها لكم إخواني، لا يوجد تردد سحري لاستقبال قمر نايلسات 301. قمر نايلسات 301 لم يدخل إلى الخدمة بعد إخواني، لأن القمر الذي يشتغل حاليا هو قمر نايلسات 201، لم تنتهي صلاحيته بعد، وسوف يخرج عن الخدمة في 2028. إذا أخي الكريم، أنت كصانع محتوى الذي تقول التردد السحري لاستقبال جميع قنوات قمر نايلسات، عن أي قمر تتحدث أخي الكريم؟ عن أي قمر تتحدث؟ أنا لم أفهم هذا الموضوع. عن أي قمر تتحدث؟ وعن أي تردد سحري تتحدث؟ أنا لم أفهم هذا الأمر. هل تريد جلب المشاهدات؟ إذن أخي أين المصداقية؟ أين المصداقية من هذا الأمر؟ قمر نايلسات 301 لم يدخل إلى مداره بعد ولم يشتغل بعد، فكيف أخي الكريم تدعي أنك استقبلت قمر نايلسات 301؟ هذا الأمر لم أفهمه. ومثل هذه الشروحات إخواني فهي شروحات مضللة، الهدف منها إخواني هو جلب المشاهدات لا غير. وكما يقولون في شروحاتهم، احذف قمر النايلسات القديم 202 وأدخل قمر النايلسات 201 وأدخل قمر النايلسات الجديد 301. يعني ماذا يعنون بهذا الأمر؟ سأشرح لكم بالتفصيل ماذا يعني بهذا الأمر وماذا يفعل في جهازي وكيف يوهم الناس أنه قام بإدخال قمر نايلسات 301. تابعوا معي إخواني، سأشرح لكم كل شيء وسوف تأخذون فكرة من هذا الشرح. فرجاء إخواني، هذا الأمر الذي سأطبقه الآن على جهاز الاستقبال لدي لا تطبقونه على أجهزتكم إخواني. حافظوا على أجهزتكم وحافظوا على ترتيب القنوات لديكم على القمر الذي يشتغل حاليا. سأوضح لكم كل شيء، ما عليكم إخواني إلا الصبر معي قليلا وسوف تخرجون بأفكار بخصوص هذا الموضوع سوف تفيدكم. لاحظوا معي إخواني في الصورة في الجانب كما يظهر لكم،
هذا هو قمر نايل سات. أنا سأشرح لكم الطريقة التي يقومون بها ويقومون بتوهيم الناس على أنها قاموا بإدخال قمر نايل سات 301 وقمر نايل سات 301 لم يشتغل بعد. إخواني لاحظوا معي جيدا، قمر نايل سات 201 كما يظهر لكم، ها هو الآن نايل سات 201، هذا هو القمر الذي يشتغل حاليا. ماذا يفعل مثل هذا النوع الذين يقومون بهذه الشروحات؟ ماذا يفعلون؟ يذهب لك إلى قمر نايل سات ثم يقول لك احذف قمر نايل سات، يعني قنوات نايل سات قم بحذفها من الجهاز. أنا قمت بحذفها من الجهاز، جيد. يذهب لك إلى القمر ويقول لك قم بتعديل اسم القمر وكتابة قمر نايل سات 301. نقوم بكتابتها، لا يوجد مشكل، نقوم بالتعديل على القمر. ها هو القمر الآن، سنقوم بالتعديل عليه بهذا الشكل، لاحظوا معي، ونقوم إخواني بكتابة، لاحظوا معي إخواني، سأقوم بكتابة 301 نايلسات 301. أنا كل شيء سأشرحه لكم. بعد ذلك يقوم بعملية الحفظ. أصبح عندنا هنا نايلسات 301، ركزوا معي جيدا، أصبحت عندنا هنا نايلسات 301، جيد. يقف على قمر نايلسات، بعد ذلك يدخل إلى الترددات هنا ويقول لك قم بكتابة التردد السحري. ماذا يقصد أخي الكريم بالتردد السحري؟ التردد السحري أي تردد؟ أنت أخي تمتلك تردد سحري، كلنا نمتلك ترددات سحرية. ما هو التردد السحري؟ التردد السحري هو أي تردد على قمر نايلسات عندك إشارته جيدة يمكنك الاستعانة به كيفما كان، تردد الباقة المغربية، تردد الباقة الجزائرية، الباقة التونسية، تردد لأي باقة كيفما كان نوعها، باقة ام بي سي كيفما كان نوع هذه الباقة، فقط أن يكون التردد به إشارة جيدة فقط. ماذا سيفعل؟ سيقول لك قم بكتابة التردد. أمر جد بسيط أخي الكريم، أقوم بكتابة التردد، ها هو التردد سأقوم بإدخاله، سأستعين أنا فقط بتردد باقة ام بي سي اللي هو 11559 فيرتيكال ثم أوكي، جيد. تظهر الإشارة ويقول لك الإشارة ظهرت الآن وهذا هو التردد السحري الذي بفضله ستقوم بإدخال قمر نايلسات بجميع قنواته، قمر نايلسات 301 كما يظهر لكم. ماذا يفعل إخواني؟ يقوم بالرجوع ويذهب إلى خاصية تسمى البحث الأعمى، ريسيرش أفوغل، يعني بحث الشبكة. أين هي؟ ها هي بحث الشبكة عندي في جهازي هنا. إذا بحث بالطريقة العادية، طريقة المونيال العادية، ماذا سيحدث؟ سيدخل لي فقط تردد قنوات ذلك التردد فقط، ولكن هو ماذا يفعل؟ يقوم بهذه الخاصية البحث الشبكة، يعني البحث الأعمى، بحث يسمى أفوغل، يقوم بالضغط عليه أوكي، وبعد ذلك يحدد القمر وينزل لك إلى الأسفل ويقوم بالضغط على روشيرش. لاحظوا معي جيدا الآن الجهاز ماذا سيفعل؟ تذكروا معي جيدا، الجهاز كانت فيه ترددين فقط، تردد لا يشتغل وتردد قمنا بإدخاله تردد باقة ام بي سي. الجهاز الآن ماذا يفعل؟ يقوم بإدخال جميع ترددات النايلسات. أنت في الأول ماذا فعلت؟ قمت بحذف قمر النايلسات وحذفته وقمت بحذف جميع تردداته، وأنت الآن قمت بتغيير اسم القمر من النايلسات 301. تقوم الآن بعملية البحث الذي يوهمك بها أنك ستقوم بإدخال جميع ترددات القمر الجديد، وليس قمر الجديد، وإنما أنت قمت بحذف قمر القديم وقمت بإدخال اسم للقمر الجديد، وستقوم بإدخال القنوات التي كانت على القمر القديم تقوم بإدخالها على اسم القمر الجديد الذي وضعته أنت، يعني لم تضيف أي شيء، يعني للجهاز لن يضيف أي شيء، فقط ستفقد ترتيب القنوات على جهازك. ها هو الآن بعد إدخال الترددات، ها هو الآن يقوم الجهاز بإدخال القنوات، وكما يظهر لكم عندي عندما تظهر باللون الأزرق فهذه القنوات يعني كانت مفقودة من الجهاز، يعني قمت بعملية حذف القنوات من قبل وإعادة تسمية للقمر لكي أظهر لكم ماذا يفعل هذا النوع، لأنك أخي الكريم عندما تقوم بهذه العملية ستفقد فقط ترتيب القنوات لديك، وعند انتهاء عملية البحث ستجد نفسك حصلت على نفس القنوات التي كانت عندك من قبل على الجهاز قبل حذف قمر نايلسات. أتمنى إخواني أن يكون هذا الأمر مفهوم، وأتمنى إخواني أن لا تتبعوا تلك الطرق وتعبثوا بأجهزتكم إخواني. القمر إخواني تم إطلاقه ولم يدخل إلى الخدمة بعد، لأن القمر لا زالت تنتظره تجارب لكي يتأكدوا من اشتغال القمر بشكل جيد، وبعد ذلك إخواني سوف تنتقل إليه التردد
الذات بشكل تدريجي ويتم تثبيته في مكان 7 ديال الدرجات غرب. تذكروا معي جيدا إخواني ماذا قلت لكم في البداية، قلت لكم بأن القمر سيأتي عندكم، لا تقوموا بتحريك الطبق، لأن القمر 301 جاء ليعوض قمر نايلسات 201. يعني قمر نايلسات 201 فهو موجود الآن في 7 درجات غرب، وطبقك أخي الكريم فهو موجه ومضبوط على 7 درجات غرب. إذا قمر نايلسات 301 عندما يدخل إلى الخدمة سيأتي عندك مباشرة، سيأتي إلى 7 درجات غرب. إذا أنت لن تحرك الطبق أخي الكريم، أنت كمشاهد لن تغير شيء، أترك طبقك مثبت في مكانه وأترك جهازك على ما هو. وكنصيحة لكم إخواني، بين الحين والآخر كل أسبوع قوموا بعملية البحث الشبكة، يعني البحث الأعمى أو ريسيرش أفوجل، لكي تتمكنوا إخواني من إدخال جديد الترددات وجديد القنوات على القمر. يعني كلما ظهرت قناة جديدة أو تردد جديد من خلال خاصية البحث الأعمى أو بحث الشبكة أو خاصية ريسيرش أفوجل، ستتمكن من إدخال كل جديد يظهر على هذا القمر. بالنسبة لقمر نايلسات الجديد 301 سيقوم بتحسين التغطية إخواني، ستكون تغطيته أقوى من القمر الذي يشتغل حاليا اللي هو قمر نايلسات 201. قمر نايلسات 301 يعني سوف تتحسن تغطيته وتصبح تصل لمجموعة من المناطق، من بين هذه المناطق إخواني جنوب أوروبا وجنوب أفريقيا، وسوف تظهر عليه قنوات جديدة إخواني بصيغة SD والHD والفول HD وكذلك بصيغة الكاتكا. وكل هذه الأشياء إخواني ستأتي بالتدريج، ستأتي إخواني بالتدريج، يعني لن تظهر كل هذه الأمور يعني دفعة واحدة، بالتدريج ستظهر هذه الأشياء إخواني. أما إخواني مسألة اختفاء قنوات SD من القمر وتعويضها بقنوات فول HD وقنوات الكاتكا، فهذا الأمر إخواني مجرد كذب ومجرد إشاعة لا غير، مجرد كذب ومجرد إشاعة، لأن قنوات SD إخواني لن تختفي من القمر، سوف تظل بالقمر، لأن جودة القنوات إخواني لا يتحكم بها القمر كما يدعي البعض. كل قناة إخواني لها جودة صورة معينة، وجودة الصورة إخواني لها علاقة بمعدات التصوير التي تستخدمها إخواني كل قناة في استوديوهاتها. إذا كانت القناة تستخدم معدات تسجيل HD سوف تحصل على صورة HD، وإذا كانت القناة تستخدم معدات تسجيل كاتكا سوف تحصل على صورة كاتكا، ويلزمها هنا معدات إرسال متوافقة إخواني مع جودة الصورة اللي هي صورة الكاتكا، لكي تتمكن من إرسال بثها إلى القمر ويعاود القمر إرسال لك الإشارة إلى الأرض في مناطق تكون محددة من قبل. إذا كان إخواني القمر مصمم لحمل القنوات، وهذا القمر الجديد فهو مصمم لحمل قنوات الكاتكا وقنوات HD والفول HD وقنوات كذلك حتى SD، إذا كان مصمم لهذا الأمر سيستقبلها، يعني سيأخذ البت من القنوات ويعاود إرساله لك أخي الكريم إلى الأرض لكي تستفيد منه. أما بالنسبة لجهاز الاستقبال لديك سوف تغيره في حالة واحدة أخي الكريم، إذا أردت استقبال قنوات الكاتكا التي ستظهر على القمر نايلسات الجديد بعد دخولي إلى الخدمة اللي هو قمر نايلسات 301، بعد دخولي إلى الخدمة ستظهر عليه مجموعة من قنوات الكاتكا، ولكن حاليا أخي الكريم لا أنصحك بتغيير جهازك. لماذا؟ لأننا لا نعلم هذه القنوات التي ستظهر، قنوات الكاتكا التي ستظهر على القمر، هل هي مشفرة أم مجانية؟ ما نوع هذه القنوات إخواني؟ هل هي قنوات مهمة بالنسبة لك، بالنسبة لك أخي الكريم أنت أنت كمتابع لقنوات نايلسات، هل هذه القنوات التي ستظهر هل ستكون مهمة بالنسبة لك أم غير مهمة؟ فلا داعي أخي الكريم لأن تدخل في متاهة البحث عن جهاز استقبال كاتكا لكي تنتظر أن تظهر القنوات على القمر، انتظر حتى تظهر هذه القنوات إن شاء الله، وحتى تتحسن إشارته وتظهر مجموعة من القنوات الجديدة، وبعد ذلك إذا أردت أو فكرت في تغيير الجهاز واقتنعت بتلك القنوات التي ستظهر جودتها الكاتكا، إذا فكرت في هذا الأمر يمكنك أخي الكريم تغيير جهازك. كذلك إخواني فالقمر مصمم لمنع التشويش على القنوات، كذلك القمر مصمم لبث الإنترنت في مناطق لا تصلها الإنترنت إخواني، مناطق تكون معزولة مثل منصات تنقيب عن البترول التي تكون متواجدة في البحر، مثل بعض الشركات أو بعض المعامل التي تكون معزولة في الصحراء، أو بعض المناطق التي لا تصلها الإنترنت بشكل جيد أو لا تصلها نهائيا، فيمكنهم يعني سوف يستفيدون من الإنترنت، ولكن إخواني لا تظن أن الإنترنت ستكون بالمجان كما يقول البعض بأن الإنترنت سيوفر على قمر نايلسات بالمجان. الإنترنت يا أخي الكريم بالمقابل، لو علموا هذا النوع من هذا الأشخاص الذين يقولون لك بأنك سوف تستفيد من الإنترنت قمر نايلسات بالمجان، لو علموا تكلفة المعدات التي سوف تشتريها أنت
لاستقبال الانترنت المجاني، لا تخلوا على لاستقبال الانترنت الذي سيقوم ببثه قمر نايل سات، لا تخلوا على هذه الفكره، فكره استقبال الانترنت المجاني. العصر الذي نعيش فيه الان اخواني لا يوجد شيء فيه بالمجان، كل شيء بالمقابل اخواني. اخواني اتمنى ان تاخذوا فكره من هذا الشرح، واتمنى اخواني الا تعبثوا باجهزتكم ولا تحركوا اطباقكم، لان قمر نايل سات اخواني الجديد عندما يدخل الى الخدمه لن تشعر به. ولا تظن اخي الكريم عندما يدخل قمر نايل سات، عندما يريدون تغيير قمر بقمر، تغيير قمر نايل سات 201 بقمر نايل سات 301، تظن اخي الكريم انها سوف تنقطع الاشاره، فهذا الامر لن يحدث اخي الكريم. التغييرات التي ستلاحظها عند دخول القمر للخدمه، ستلاحظ ارتفاع الاشاره في القنوات عندك، بعض القنوات التي تكون اشارتها ضعيفه، على سبيل المثال بعض القنوات التي تكون على النايل سات يعني تجد صعوبه انت في استقبالها، وبعض القنوات التي تستقبلها في قمر النايل سات ابتداء من طبق متر او متر وعشرة يعني ستصبح تستقبلها باطباق اقل من هذا الحجم، على ما اظن قد تكون اطباق 70 او 80 او 90، المهم سوف تتحسن الاشاره اخواني، سوف تصبح التغطيه كذلك واسعه كما قلت لكم، يعني تغطيه القمر سوف تصبح واسعه، كذلك ستلاحظ ارتفاع عدد القنوات في القمر الجديد عند دخولي الى الخدمه، لان القمر مصمم لحمل عدد اكبر من القنوات التي يحملها قمر النايل سات الحالي اللي هو قمر النايل سات 201. اتمنى اخواني ان تاخذوا فكره من هذا الشرح بخصوص قمر النايل سات الجديد 301 بين قوسين الذي لم يدخل الى الخدمه بعد. تحياتي لكم جميعا، في امان الله.